طبعا خليني اقول لسيادتك، احنا ابتدينا التعاون مع شركه سينوفاك، وبدايه بعد ما مضينا التعاقد كان في ابريل 2021، وابتدى وصول الخبراء الصينيين لمصر. لما الخبراء وصلوا مع الماده الخام، وده كان في يونيو 2021. طبعا احنا عشان نبتدي نعمل عمليه نقل التكنولوجي في الوضع الطبيعي او مش في وضع الازمات، ده بياخد حوالي اكتر من سنه او سنه ونص لحد ما بنطلع المنتج النهائي. طبعا يعني للحاجه العاجله والماسه، كان في تعاون وثيق بين شركه سينوفاك الخبراء الفنيين، سواء على المستوى الانتاجي او الرقابي او على مستوى الرقابه على الانتاج، كان في تعاون وثيق، والخبراء قعدوا معانا هنا فتره 3 شهور كامله منذ بداية وصول المادة الخام حتى لحد ما طلعنا المنتج وحصل على الإجازة من هيئة الدواء المصرية. التعاون مستمر بينا حتى تاريخه، اللي احنا بنتبادل معاهم كافة المعلومات الفنية، واحنا طبعا كجانب مصري استفدنا من الخبرة الصينية، يمكن عشان هم كانوا السباقين في إنتاج اللقاح، فاستفدنا كثيرا من الجانب الصيني في المجال التقني، سواء كان على مستوى الإنتاج أو الرقابة على الإنتاج.